إقبال متزايد وسوق واعدة هو ما أجمع عليه المشاركون في منتدى الصيرفة الإسلامية في طبعته السابعة. إذا أردنا تقييم مبدئي نقدر نقول يعني في حدود 10% من أنشطة البنوك هي تتحول إلى أنشطة مطابقة لإحكام الشريعة الإسلامية. قد يختلف النسبة من بنك إلى آخر، ولكن بشكل عام يعني هذه هي النسبة. ولكن ما يجب يعني أن نحتفظ به هو أنه إقبال، هناك إقبال على هذه الصناعة سواء من الأفراد أو من المؤسسات، وهذا ما ينبئ إن شاء الله بنجاح التجربة إن شاء الله. الآن بدخول هذه الفاعلين الجدد البنوك الأخرى عبر النوافذ المتخصصة والبنوك العمومية سيتوسع نطاق تقديم هذه الخدمات واستفادة من هذه الخدمات، وسترتفع تدريجيا حصتها في السوق نسبة نمو برقمين يدل على مدى إقبال هذه المنتجات. وبالتالي يعني أنا لدي أمل كبير أن هذه الصناعة المالية الإسلامية إن شاء الله الحديث النشأة في البلد ستتوسع أكثر وستشمل يعني كل قطاعات النشاط وكل احتياجات المتعاملين. التسهيلات والتحفيزات المقدمة من قبل الدولة أسهمت بشكل كبير في اقتحام البنوك لهذا النوع من الخدمات المصرفية وتنظيمها. القرض الشعبي الجزائري على سبيل المثال قد تمكن مصرفنا من استقطاب أكثر من أو ما يقارب 16 مليار دينار جزائري على سبيل المثال، وهذا من خلال يعني فتح أكثر من 26 ألف يعني حساب ل 26 ألف زبون، وهذا يعني من إنجازات يعني إنجازات عظيمة في ظرف سنة أو سنتين أنه نستقطبوا 26 ألف زبون. فيه إرادة من طرف يعني الدولة الجزائرية التي انتهجت سياسة يعني تطوير ويعني لا ديفيرسيفيكاسيون دو لوفر فينانسيير. تواصل البنوك فتح نوافذ الصيرفة الإسلامية لتطل في كل مرة بخدمات جديدة عبر مكاتب متعددة حتى تشمل أبعد نقطة ممكنة وبحد أقصى من المنتجات والخدمات.